مواقف وقصص من بلادنا من عمان بشكل عام لنحدد منطقة ما، ولكن بعض الأمور قد تعصر قلبك فلا بد أن تنطق لسانك بأن تصدح به وأن تتكلم به من باب وأذيع خبر الفاجر. لماذا؟ حتى يتقي الناس شرهم. فهؤلاء الذين يكنون في قلوبهم وصدورهم حقدا وبغضا لبناتنا وبنات المسلمين جميعا، هؤلاء أذاعوا وأفشروا أسرار البيوت، بل وخططوا ليل نهار لأجل إضاعة أولاد المسلمين وبنات المسلمين. ما نظرتهم للفتاة؟ هؤلاء الشباب، هؤلاء الذئاب البشرية، ما نظرتهم إلى الفتيات؟ ينظرون إلى الفتاة بأنها متعة يتمتع بها بعينه بأذنه، ويصبو إلى أن يتمتع بها جنسيا، وأمر آخر مع الجنس يتمتع بها ماليا. يعتصر القلب عندما تجد موقفا تعايشه، بل يفضي إليك به أحد أقرباء تلك الفتاة واشتكي لأمر أخته، لأمر ابنته، ماذا يفعل، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ لا بد أيها الآباء والإخوة، أتمنى أن ما نسمعه اليوم ما فقط يدخل من هنا ويخرج من الأذن الأخرى، لا، وإنما علينا أن نتخذ وقاية لهذا الموضوع، بمعنى أن نوعي بناتنا وأولادنا، نوعي بناتنا وأولادنا بماذا؟ بخطر هذا الأمر. نظرته للفتاة نظرة الذئاب، نظرة الذئب إلى الشاة ليفترسها. خذ مثالا على ذلك، اليوم ومع بداية عام دراسي، كل صباح وبعد العودة، وقمت به وأحذر، هناك شباب ومجموعة من الشباب الذئاب البشرية يقفون على الطرقات وفي مقربة من مكان مرور الفتيات، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعقدوا صداقات وعلاقات عاطفية مع البنات. فأقول لابد للأب اليوم أن يستيقظ وأن يعي وأن يدرك خطر هذا الأمر، وأن يجلس مع ابنته ومع بناته ويظهر لهن هذا الخطر العظيم الذي نحن به. كثير من الشباب يقفون على الطرقات، منهم من يعطي الفتاة رقما بجرأة، يعطيها الرقم، وهناك من يرى، من يفتح نافذة سيارته ويخرج يده ليعطي الفتاة وهي راجعة من المدرسة، يعطي الفتاة رقم الهاتف لأجل أن يعقد معها صداقة. لو تعرضت لهذا الموقف وأحدهم مد يده ليعطيك رقم هاتف، هل تأخذينه؟ ناس تقول أحيانا نعم أخذه. كيف تأخذينه؟ نظرة. أخذه من باب أن أخذه إلى أبي وأخبره بأن صاحب هذا الرقم هو الذي أراد أن يعقد معي صداقة أو يعاكسني أو يغازلني. ولكن ليس كل الفتيات كطهارة عائشة رضي الله عنها والعذراء مريم. تلك الفتاة أخذت ذلك الرقم، وبعد أن أخذته وفي نيتها أن تعطيه لأبيها، ماذا؟ وسوس لها الشيطان، فكان ذلك الرقم سببا لأن تعقد صداقة معه وتتصل به هاتفيا. في الطرقات ذئاب بشرية، واحدة، انتبهوا، حذروا بناتكم، حذروا أخواتكم، كل من تعولون، بنات الأخ، بنات أخواتكم، ممن تعولون اعقدوا معهم جلسة، جلسة عائلية أسرية، اجلس معهم، نبه، حذر. وأقول لكم كثير منا عندما سيجلس مع هؤلاء البنات سيكتشف بعد أن القلوب تقترب، إذا كان بينكم سيجان، بينك وبين أسرتك، ستكتشف أمورا ما كنت تعرفها سابقا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من هذا الأمر.